تزين على حسب الذوق ديال كل واحد وصافي، ولكن كيجيو فريمون زوينين وبنانين. دابا راه جات عندي واحد الضيفه غزاله، داكشي باش نديت لكم شنو من الصباح الصوار دونك غادي حتى العشيه حتى الوقيته ديال البوتيك. جات عندي بنت عمتي وبقينا لوك 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 في الهضره، ما صورتش. المهم ما ديرش عليا، انا ديما غنبقى نقول لكم ما ديروش عليا. المهم غادي ندير نصوب واحد الكاب كيك زوين، غتشوف غادي تجربوه وتردوا عليا. الوصفه ديال حليمه الفلالي زوينين اقتصاديين وكيوجدوا دغيا دغيا. المهم هادشي كاس البيضات، شوف هي الوصفه الاصليه فيها جوج بيضات كبار، انا عندي صغارين درت ثلاثه. كاس لارب ديال السكر، كاس لارب ديال الزيت. هذا فيه نص كاس، نص حك ديال دانون، وكملته بالحليب، يعني كاس لارب ما بين حليب ودانون. واحد فلون ديال الشكلاط، ساشي ديال الكاكاو، جوج خمارات بيان سور، وواحد فاني انا هادي زدتها، وشويه ديال الملح، واحد كبسه ديال الملح، والطحين جوج كيسان ونص انا ديجا مغرب لهم هنايا. خاصهم يكون هاد الكاب كيك خاص العجينه تكون ثقيله، دونك انا عندي جوج كيسان ونص، والا جاتني خفيفه نقدر نزيد، المهم تكون ثقيله باش يطلع لكم الكاب كيك زوين. يلا نخليكم مع الوصفه. شوفوا هاد الخدمه ديالها كاي كيك عادي، الخليط تخدم البيض بالسكر الا ما يطلع، شويه قصاد الملح وفاني الا ما يطلع يولي الخليط بيض وصافي. نزيدوا المقادير الاخرين بالتدريج حتى يبقى لنا غير الكاكاو والفلون مع الطحين. مضحكوش عليا، انا بديت كنضرب البيض وكنساينوه بياض، هو السكر ما كاينش عاد السكر. المهم نكمل. المهم البنات رجعنا، هذا صافي الخليط هو كيك، خصو يجي ثقيل ما يجيش بحال الكيك عادي، يجي شويه ثقيل باش هكا يطلع لنا الكاب كيك زوين. المهم دوز ناخذ المول فين غندير لي كاب كيك ديالي. البنات هو هذا المول اللي غادي نطيب فيه لي كاب كيك ديالي، خديت هاد الكويرتات هادو كيتباع عند الهري، كيتباع عند الهري عند مالين الحلوه. غندير هكا كل غندير كل واحد فيه يكون جوج هكا ولا باش كيشدوا لي راسهم. المهم غندير بحال هكا. المهم البنات هنا راني كنعمر في
التليفون لقيته طفى. حنا راني كنعمر في هذا الموج ديالي بهذه الكوبيرتات ديال لي كاب كيك، تلقاوهم عند مالي الهري، عند مالي اللي كيديروا داكشي اللي كيبيعوا هكا مواد ديال الحلويات. دونك حتى الا ما قدنيش الخليط في هذا المول ماشي مشكل، غادي ندخلهم بين المطابو ونعاود نعمر عاوتاني بحليب خيط باغا. صافي انا غادي نبقى نعمر هاد الكاب كيك ديالي، غير نخلي لهم البلاصه فين يطلعوا ما نعمرهمش كاملين. هيت فين يطلعوا غنخليهم يرتاحوا 10 دقائق قبل ما ندخلهم الفران، ومن بعد نغسلهم يكون الفران سخون وكل شيء، وغادي يطيبوا تقريبا المهم واحد 35 دقيقه هكا على حسب يشدوا راسهم مزيان ويطيبوا وصافي. ما نرجعوا منين يطيبوا ان شاء الله. دونك بقات لي واحد الكميه باقيه ديجا، منين غادي يطيبوا لي هادو غنزيد نكمل هاد الشيء اللي بقى لي نديرو يطيب. يلا نكملوا لا فيديو من بعد، باي باي. فوالا البنات، هذا الكاب كيك من بعد ما طابو. انا درت لهم زوقتهم شويه ديال دانيت شكلاط وهكا بلوز اللوز كونكاسي، وديك تاع اختيار كيبقى ليكم تذوقوه بكراميل ولا اللي بغيتو، وديروا هكا لوز ايفيلي اللي يعجبكم. بون كيبقى الذوق على هكا تزيين على حسب الذوق ديال كل واحد وصافي، ولكن كيجيو فريمون زوينين وبنانين. هذه الطبيله ديالنا ديال البوتي، هذه الكيك بالتفاح. المره الجايه ان شاء الله غادي نديرها لكم في فيديو ماجي ان شاء الله. يلا سلام عليكم بنات.